دينه الاحتلال الصهيوني بس مش قوي، اشجبه العدوان على غزة بس مش جامد. ربنا كرمنا ودخلت الجزائر الدورة اللي بعديها في مجلس الامن علشان تقلع الاحتلال الصهيوني ملط. بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكوزينة بتاعتي. عودناكم على الاخبار الحلوة، لكن للأسف بقالنا فترة طويلة يعني مش لاقيين اخبار حلوة، وكل اللي بنتكلم فيها للأسف اخبار زي الزفت. لكن علشان نعيش ونكمل لازم نطلع من الاخبار اللي زي الزفت دي اي حاجة تفرحنا، زي خبر النهاردة كده مثلا، واللي فيه الجزائر بتتقدم بطلب عاجل لمجلس الامن علشان يناقشوا قضية المقابر الجماعية اللي تم العثور عليها في غزة بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من محيطي مجمعي الشفاء وناصر في غزة. الجلسة هتكون الاسبوع ده، بعد بكرة تقريبا يوم الثلاث الموافق 7 مايو او 7/5، وبعد ما ربنا كرمنا وطلعت الامارات من الدورة اللي فاتت من مجلس الامن، واللي كانت بتقول للناس يعني دينه الاحتلال الصهيوني بس مش قوي، اشجبه العدوان على غزة بس مش جامد. ربنا كرمنا ودخلت الجزائر الدورة اللي بعديها في مجلس الامن علشان تقلع الاحتلال الصهيوني ملط. وزي ما قلنا قبل كده وبنقول تاني، الجزائر من ساعة ما دخلت الدورة دي في مجلس الامن وهي ماسكة الصهاينة ونازلة فيهم تلطيش، وهم برضو اللي هم الصهاينة الصراحة يعني مش مقصرين مع الجزائر في حاجة، مسلطين عليها الاقجع والامارات وبعض الدول الافريقية اللي الجزائر يا مساعدته. قدمت الجزائر قرارات بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات واخر حاجه الاعتراف الكامل بالدوله الفلسطينيه، وبعد ما جمعت اعضاء اكتر من المطلوبين علشان يتم تمرير القرار رفضت الولايات المتحده القرار بالفيتو. رجعت الجزائر تاني وقالت سوف نعود اكثر عددا واكبر زخما لنصرة القضية الفلسطينية، والمرة دي راحوا ورجعوا وفي ايديهم قضية المقابر الجماعية. تخيل انه في وقتنا الحالي في القرن 21 لأي سبب فضلا عن أنه يكون سبب غير شرعي زي مثلا الاحتلال أو اغتصاب أرض الغير، أنك كل شوية تقتلك شوية ناس 200-300، ده طبعا بعد ما تكون كتفتهم وشبعت فيهم تعذيب تقوم تدفنهم وعدد كبير منهم يندفنوا أحياء، وبعدين ترجع تصدع العالم كله بما أنك بتملك الميديا والإعلام وتقول أنه أنت أكبر جيش احترافي في العالم وأنه الإنسانية حداهم بالطن. هو ده عزيز مشاغب شغلانة الاحتلال الصهيوني حاليا. الأمم المتحدة على لسان جوتيرش طلبت بتحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية اللي لجيوها في محيط مجمع الشفاء ومستشفى ناصر بعد ما انسحبت منهم القوات الصهيونية، والسلطة في غزة بتأكد انه الأرقام كبيرة جدا وانه ناس كتير مدفونة أحياء. نفس الكلام قاله المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن اسمه نيبنزية، بيقول احنا عاوزين تحقيق دولي مستقل وعاجل بشأن المقابر الجماعية اللي عملوها الصهاينة في غزة. السلطات في غزة بتقول انه اعداد الشهداء في المقابر الجماعية في محيط المستشفيين دول بس اكتر من 390 شهيد، وللأسف بعض الجسامين دي انصهرت وتفحمت وتحولت الى رماد، لانه عزيزي المشاهد الحرب دي بقيلها اسبوع واحد وتتم السبع شهور. سؤال الحلقة، هل برأيك ممكن يدخل محققين دوليين مستقلين من الطب الشرعي علشان يخشوا ويكشفوا لنا حجم المصيبة اللي حصلت دي؟ ولا كالعادة اللي منعوا عنهم الأكل والشرب والدواء والكهرباء والوقود والإنترنت هيقدر يمنع عنهم حتى اكتشاف مصيرهم الأسود؟ وطبعا أنا هنا ما اقصدش الشهادة، ولكن النهاية في حد ذاتها إنك أنت تموت متعذب متكتف وممكن كمان تبقى اندفنت حي على ايد شوية صهاينة ما يسوش باريزة. لايك الفيديو، اشتركوا في القناة وتابعونا، وكالعادة هنسيب في اول تعليق رابط صفحتنا الجديدة على الفيسبوك، ادعموها علشان ترجع تشتغل تاني.